بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنرحب بخبرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس منورنا يا كابتن تحياتي لك كابتن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان آه بدايه منو يا رب يوفق النادي الاهلي النهارده ويحقق نتيجه ايجابيه زي ما حضرتك قلت كده ان شاء الله والماتش اللي جاي ان شاء الله يكون ماتش مرتاح آه يقدر يا النادي الاهلي يحقق البطوله وهتبقى يعني انجاز يفرح جماهيره كلها وجماهير الكره المصريه ان شاء الله بالتوفيق إن, ان شاء الله النهارده للنادي الاهلي بالتوفيق كمان لطاقم التحكيم بالكامل ايه اخبار طاقم التحكيم بالكامل؟ كابتن ايمن انا مش هتكلم على طاقم التحكيم وده لعب كام ماتش وما و... و... لعبش كام ماتش هتكلم في ثلاث نقاط مهمين جدا جدا مطلوب ثلاث عناصر من طاقم التحكيم مهمين جدا يا كابتن ايمن مهمين جدا 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 خاصه الحكم مصطفى غربال نمره واحد اللي انا بتكلم عليها دي توفير الحمايه للاعبين داخل ميدان اللعب. توفير الحمايه هتقول لي يعني ايه يوفر حمايه يعني انا احفظهم ولا اعمل فيهم ايه توفير الحمايه دي معناها كابتن ايه ان اللاعب يلعب مش تحت ضغط خلي بالك دي مهمه جدا ان اللاعب يلعب مش خايف من البطاقه ما انا النهارده طب السؤال هنا هو هل الحكم او أه. حكم بخبره مصطفى غرباء أه. يتاثر بالاجواء اللي حواليه شوف يا كابتن كل مباراه وليها طبيعتها سواء غربال كحكم لا انما انا انا بقول ليه الكلام ده لان زي ما حضرتك قلت جمهور تراجع لا جمهور صعب شويه طبعا بيضغط وزي ما قلت الحكم برضك مهما بشر بما يتاثر بالحكم ما خلي بالك في نقطه مهمه الحكم اللي اتاثر بالجمله كابتن ايمن ضغط على الاهلي مظبوط في حاجات يمكن البعض يمكن مش فاهمها او مش عارفها صح. ولكن انا بقول الاول ايه؟ حمايه لعيب الاهلي النهارده، يعني ايه حمايه لعيب الاهلي؟ ان النادي الاهلي النهارده ياخد حقه في وسط الجمهور ده، النادي الاهلي النهارده كابتن ايمن ما يبقاش اللاعب بيشعر ان انت هتديني بطاقه صفراء في حمراء. ما هو انت لو انا النهارده حسيت الكلام ده يبقى مش هلعب ومش هادي دوري. طبعا ده المهم مطلوب مصطفى غربال النهارده توفر بيئه امنه صالحه للاعبين داخل من اللعب للفريقين. دي نمره دي واحد، نمره اثنين بنتكلم على مصطفى غربال، الجمهور وأنت حكم مصطفى عندك الدوافع، أنت رايح كأس عالم 26، أنت رقم واحد في أفريقيا متصنف، أنت النهارده بتلعب لبلدك، بتلعب لإسمك، بتلعب للإتحاد الأفريقي، يعني النهارده ما عندكش أي مشكلة إنك أنت تؤدي بشكل كبير لنفسك أنت كحكم. اسمك. لاسمك، لأن طبعا. أنت رايح كأس عالم، وأنت النهارده واجهة أفريقيا، هذه المباراة اختبار حقيقي لمصطفى غربال، مباراة صعبة أه، ولكن يبان النهارده مصطفى غربال في هذه المباراة الصعبة كابتن فبقول مطلوب مصطفى دي تاني حاجة مصطفى غربال لابد النهاردة يبحث عن اسم مصطفى غربال. م. النهاردة هتقدم تحكيم كويس الدنيا كلها تطلع تشد بيك. ثالث حاجة وهو حكم الفار كابتن أيمن. أنا لسه ما رحتش للحكام المساعدين ولسه ما رحتش للحكم ده دحام ده هو النهاردة على الفار وهو الحكم الموريتاني. مش محظوظين معاه في بعض الماتشات. على فكرة مصفر. هنرجع تاني لمصطفى غربال على فكرة أنا رأيته مصطفى غربال كحكم قريته في مباراه في تونس كنت مقيم ليه حكم الحكام كويسين متصنف رقم واحد زي ما قلت لك ما عندناش مشكله هو حكم كويس بس النهارده مهم جدا كويس مش القرارات الفنيه بس الكويس تدي قناعات للاعبين يا كابتن ايمن مهم قوي خاصه انا بقول اهو لاعبي النادي الاهلي النادي النهارده مش محتاج انك انت تضغط لو اتضغطت من الجمهور هتضغط اللعيبه ده الكلام مش عاوزينه ده حمبي ده وزي ما قلت اتمنى ان هو يكون في حالته مم. الشيء المهم جدا يا كابتن النهارده يتوافق قرارات وفهم ده بيدا مع مصطفى غربال يا ده ده ما ينفعش هتجيب مصطفى غربال في حالات يعني 50 50 زي ما بيقول لا يعني بنقول الحاله تبقى هي تجيب الحكم فيها تبقى تستحق انك انت تجيب الحكم بنتكلم على مع حكمين صغربان مع حكمين من الجزائر بيلعبوا معاه على طول يعني انت النهارده مصطفى ما عندكش مشكله عندك مكران رقم واحد مساعد رقم واحد وعندك اكرم زرهوني المساعد رقم اثنين دول طاقم تحكيم تقريبا رايحين كاس العالم كابتن ايمن خلي بالك الفار كابتن ممكن يتاثر برضو بالاجواء آه بس مش زي الحكم لان الفار بيبقى قاعد في الغرفه كابتن ايمن اه بيبقى التاثير مش كتير م. ولكن مشكله الفار كابتن ايمن مشكله الفار ان هو آه الفهم لتطبيق القانون آه. المشكله يا كابتن ايمن ايه مشاكل الفار والحكم ايه الفار بيفكر بمفهوم والحكم بيفكر بمفهوم الحكم بيمشي لعبه هو مقتنع تماما مفيش مخالفه والفار بيجيبه فيها بتبقى مشكله يشكك في اللعبه وبالتالي في وسط الجمهور ممكن الحكم يرجع بقرار ده المشكله انا بقول النهارده لاعب الاهلي ليهم دور كبير جدا جدا كابتن ايمن وهم على قدر كبير من الخبرات لعبوا هذه المباريات مرات كتيره جدا والبطولات بتقول هذا الكلام ولكن زي ما قلت النهارده اللي من النادي النهارده الجمهور ما يقلقهاش اللعيبه تركز في الملعب صدقني النهارده النادي الاهلي النهارده الاهل كابتن ايمن لعيبة تركز في الملعب هتحقق نتيجه ايجابيه باذن الله إيه. الحكم مش هيبقى له دور طول ما من انت مركز مالكش علاقه بالحكم النادي الاهلي النهارده ولعبته وخبرات اللاعبين اكيد اكيد هتبقى فيه نتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله يحققوها بتمنى تاني من طاقم التحكيم معتقد إيه الدوافع عن مصطفى غربال من وجهه نظري النهارده هيصفر على كل حاجه افتكر بس الكلام ده هيسيب اي مش هيسيب اي حاجة. حاجه بس الخوف والقلق شويه هيبقى من حكم الفار اخيرا يا رب وفق النادي الاهلي النهارده ويحقق نتيجه ايجابيه يفوز 1-0 يفوز 2-0 يعني المهم نتيجه نرجع بيها هنا ونفرح مصر كلها يا كابتن يا رب ان شاء الله يا كابتن باذن الله رب العالمين شكرا جزيلا كابتن ناصر ولينا ان شاء الله لقاء بعد المباراه ونبارك لبعض باذن الله يا رب إن شاء الله العالمين إن شاء الله. بعد فوز النادي الاهلي